رصيدك يلا 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 زد رصيدك زد رصيدك. أسعد الله صباحكم، حياكم الله في آخر يوم يجتمعون فيه 24 متسابق قبل البرايم الأول من برنامج زد رصيدك ستة. يا هلا ويا مرحبا فيكم. أحب أمسي على أخوي زياد الشهري وأقول يا زياد تجي إن شاء الله بالسلامة، بكرة إن شاء الله بيكون معكم وحنا بنكون ضيوفكم وضيوف زياد في هالفقرة. أرحب أخواني النقاد المتابعين، حيا الله أخوي علي. الله يحييك يبقيك، ونصبح على السادة المشاهدين وعلى الشباب وعلى أبو شوق وعليك يا أبو فزاع. الحمد لله السلامة. الله يسلمك. كذا مزهزة مع البرد. يا مرحبا ابو شوق. هلا والله، صبحك الله بالخير. تقصد ابو فزاع اخر يوم سبت؟ اخر يوم يجتمعون فيه المتسابقين كلهم، يعني الاسبوع الجاي السبت هذا يكون اخر يوم سبت. اخر سبت يكون المتسابقين كلهم مجتمعين فيه. اي والله، والسبت الجاي تبدا الرحله. تبدا يعني كل يوم واحد؟ كل يوم. الله يسر ان شاء الله. حياك الله ابو فزاع وسعيد بالتواجد. الله يعافيك وذكرتنا عد بالايام الخوالي. الله المستعان. لما كان هذا مكانك. لا بالعكس، شوف هي شوف اداره سامي عجبتني في شغله التجديد والتطوير. يعني الان احنا كسبنا مذيع زميل لنا، وان شاء الله نكسب ايضا مذيعين زملاء لنا في البرنامج. طيب ايش رايكم نبدا من حيث انتهينا؟ استنى بالله. انا اتصور مفزع انه في ناس من الان بدات تثبت وجودها. صحيح. الفقرات معينه. مثل مين يعني؟ ما ابغى امثل، لكن في ناس من الان بدات تثبت وجودها. ترى كذا مثلت تحفز. لا انا خاف اذا مثلت تكسر جناح، لانه في ناس الان يفهمون التحفيز بالتحيز. انا اقول القمه تتسع للجميع، يعني بامكان الجميع ينجح. القمه تتسع لمن يستحقها فقط. ممتاز. لما اقول القمه تتسع للجميع، انا والله ارفع ناس ما يستحقون الرفع، واهبط من ناس من همه ناس يستحقون ان يكونوا لوحدهم، ان يتميزوا. فالواقع ان القمه تستحق من يستحقها، وكثير من الناس يفهم التحفيز انه نوع من انواع التحيز. طيب علي، خلينا نبدا من حيث انتهينا. يعني فقره الشباب الاخيره اللي كانت تقليد الاشكال، واضح انهم حفظوا الهمسات وحفظوا الحركات وحفظوا بعض. صح، حفظوا بعض. صح صح. الزهري ما بقى شيء في وائل الخواجي. اتوقع صالح هو الوحيد اللي ضبط وائل الخواجي، وامس برضو قال لدهين الظهر بعد الهواء. فانا اقول فقره تقييد جميله، ترويح النفس، فقره لطيفه، تخفيف عن برضو بعض الشباب يمكن يكون بينه وبين خويه. تفهم منها الفقره شيء؟ افهم ممكن تقارب ارواح بعض الشباب، بعضهم اللي يستحي من فلان ما يقدر يقلده ممكن، لكن بعض اللي يمون على فلان يقدر يقلده، يقدر يوصل رسائل كثير عن طريقه. فتفهم فقره كثير انه هل فلان قريب للشخص الفلاني او انه بعيد، او انه ربما صداقه او زماله من بعيد. فانا اقول الفقره هذه ممكن عن بعد تقدر تلاحظ الشخص القريب من الاخر. جميل. ابو شوق، لاحظت اذا قلد واحد، لاحظت الشخص الاساسي كيف ردت فعله؟ ردت فعله جميله. في نقطه مهمه اعتقد انه اذا الناس ما استطاعوا يقلدونك معناها ليس عندك شيء بارز. واضح؟ فاقلبها. واللي ما استطاع يقلد، واللي ما استطاع يقلد قد لا يكون يملك ملكه. قد لا يكون، قد لا يكون يملك ملكه، وبعضهم غلبها الحياء فما قلد. لكن ترى المقلد ترى شخصية ناجحة، حط لازمة جسدية ولازمة لفظية حط يعني حفر في أذهان الناس حركة. يعني حركة وائل هذه ترى محفورة في أذهان الناس. وترى وائل يا جماعة لو قلت صالح الزهيري بتشوفون شيء عجب. احنا شفنا تقليد وائل بعد الهوى لصالح الزهيري برضه. حركة مجيد، وحركة مجيد هذه حركة عضلي. على فكرة محمد المسعود لو قدم نفسك ممثل ترى سينجح. ما ودك يكثر شغلات زي كذا صراحه. إيه؟ هو اللي اتوقع اليوم اللي قلد عبد المجيد. ايه قلد عبد المجيد. هو قلد عبد المجيد وقلدني سابقا. الصوت جابه. الصوت والحركه. الصوت جابه. وقلدني سابقا في تقرير كلام اليوم. يعني عنده يعني طبقه صوت يقدر ينزلها ويقدر يعني يخطف منك بعض الكلمات. يعني التقليد في مهارات. غير مهاره التقمص، في مهاره التركيز. الاقتباس. ترى فيها ذكاء غير عادي. وائل مره اذكره مره على الهواء بدا يشرح الشاب كيف يقلد. يقول انا لما اشوف مشيه واحد احفظها على طول، لاني يحتاج في يوم من الايام اقلده. لما يقول لي مثلا قلد واحد مستحي، اتذكر من اللي مستحي من خلالي واتذكر مشيته واقلدها. شوف اللي قاعد يسويه وائل، انا مره حضرت ملتقى اسمه مهنتك موهبتك او موهبتك مهنتك. وائل ترى هذه موهبته مستغلها في الستاند اب كوميدي اللي قد تكون مصدر رزق له،
وقد تكون مادة جميلة يقدمها في الإعلام المحافظ ويقدمها على المسارح والمهرجانات، فأنا أهني اللي صار اليوم علي أكثر من فقرة جات. أنت ترى الأمر ذا صحي ولا غير صحي؟ أنا أقول لطيف وجميل في فقرة عبد الرحمن زايد اللي زدت. لا وخلينا بدون تفصيل، خلينا في العموم، كثرة الفقرات اليوم إيش رأيك فيها؟ بالعكس أتوقع أنه في فقرة عبد الرحمن زايد وفقرة الشباب، يعني بما انه اليوم كله رياليتي كثير. لا كثير اليوم فقرات، ما ادري بس انه بما انه اغلب رياليتي مجموعه يعني فقرات بسيطه. انت تتكلم عن 16 ساعه 14 ساعه هواء، ترى الشباب يعني اليوم 12 تستهلك الاحاديث السوالف ممكن يفرغوها في الفقرات تكون نوعا ما مريحه لهم، مثلا اثنين ثلاثه يمسكون فقره واحنا تكون نريح شويه. جميل ابو شوق، انا سويت تصويت على حسابي، ايش رايك في الجلسات اليوم اكثر ولا الفقرات اكثر؟ فتقاربت النسب، لان في جمهور يحب الجلسات وفي جمهور يحب الفقرات، والفقرات تظهر فيها المشاريع. انت ايش رايك في كثره الفقرات؟ مشكله الفقرات انها صعب تطبيقها في ايام الاسبوع، لانه في فقرات اصلا اوريدي، فيبقى الوقت الوحيد للجلسات، فيستغلون اليوم وامس كذا لانه في اريحيه، يعني ما في لما الجمعه والديوانيه مؤتمر الجمهور، في وقت مؤتمر الجمهور، بس في وقت النهار العصر المغرب. مع ان العصر امس ايش كان فيه؟ امس مده ابو غربي شوي. امس ايش كان فيه؟ يعني امس لمة الجمعة. انا ودي بس اتكلم كلام كاني ما بكون مذيع، بكون ضيف وارجع مره ثانيه اكون مذيع. انا بتكلم ان فقره كلام اليوم يهمها نجاح البرنامج كله من الصباح الى المساء، يعني جميع الفقرات، جميع المقدمين، جميع المتسابقين، وحتى احيانا في الاعداد، وحتى احيانا ابو كاتم تكلمنا عنها كم مره. ولكن انا ارى ان يعني مثلا الفقره امس كنا ننتظرها بالذات لمة الجمعه وبالذات اسلوب ابو غربي. انا كنت اشوف اتلمس في سعود غربي امس انه كثر الشيلات شوي، يعني تقريبا انت مشكلتك ان الشيلات هذه طلعت الواقعيه. هو في برامج الواقع اذا اشتغلت السماعات فانت خرجت عن الواقعيه، تخرج عن الواقعية. غير كذا إذا اشتغلت السماعات احذف ثلاث دقائق أربع دقائق من الجلسة. ها علي تفضل عندك مايك. أنا أسألك طيب، ما تعتبرها فقرة رسمية مثل الديوانية؟ سماعة شغالة احنا عارفين أنها فقرة، هل تعتبر أنه مثلا لمة الجمعة يفترض أنها تكون جزء من رياليتي أكثر؟ عراب هالفقرة هو في كان يسمونه ملك الواقع سعود، اذا انطلق في واقعيته وسواليفه، وما شاء الله تبارك الله له يعتبر ثلاثه مذيعين في مذيع واحد. صحيح. لكن يوم منك 12 شيله من الظهر ونصلي ونرجع نكمل، فكانت قتلت شيء في الواقع. فكنت اتمنى انه يعني تكون زي الملح اصلا. شوف الشيلات من الشباب، اما سماعات انا ارفضها بشده. في برامج الواقع اذا اشتغل السبيكر او المايك فاعتبر انك خرجت عن موضوع الواقع. ايضا في موضوع الاكل، في حصل لبس عند الناس على طول جوني فواز ليش ما ياكلون الشباب، ليش في فقره لمة الجمعه الاكل من الاداره اوبن، يعني من الاداره مفتوح يوم الجمعه كامل يوم الجمعه فقره لمة الجمعه، الاكل مجانا. تعرف ليش؟ في اي مكان لمة الجمعه الاكل مجانا. انا اقصد في اي مكان. لا اكل لمة الجمعه، اكل اللي يجيب سعود سعود هذا مجانا من الاداره، يعني يعتبر فري الاكل مجانا. هو الفكره انه بعض طبعا يعني دقيقة وضح، الأكل يجيب سعود مو هو الأكل مثلا في الناضج؟ لا 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 أو في لا 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 في الخيمة هنا. أي نعم. إيه في فكرة علي، تعرف ليش؟ معلش هذه بتدخلنا نقطة ثانية. هو الإدارة لما حطت الفكرة ذي إنه لمة الجمعة أكل، لأنه يفترض إن الشباب يجوعون نفسهم طول الأسبوع، فإذا الواحد واصل صحيا على رتم كذا تجويع مدة معينة راح ينقص فيتامينات وينقص، لازم يوم مفتوح. حلو؟ حلو. هذا اللي يفترض. حتى أهاليهم إذا تابعوا البرنامج يرتاحون اذا وجدوهم ياكلون، انه يوم في الاسبوع في بس هذا يفترض. لكن الواقع يا ابو فزاع ان الشباب اليوم متعشين مرتين، يعني مو مرتين، اليوم يمكن اربع مرات دخلوا المطعم. انا قاعد تاكل ما شاء الله تبارك الله، ما ادري هم معذرين في الرصيد ما ادري، بس ما راح يحسوا بالرصيد ولا راح يحسوا بالخصم. ترى اذا اكلوا كله مع بعض ترى الرصيد ما يتاثر. انت ما دقيقه فواز، انت ما تدري عن الخصميات ابو شوق، ما تدري عن الخصم اللي تحت الهواء، ما تدري الاخطاء اللي تسويها انت، الاخطاء اللي يسويها فلان، بعض الحركات اللي تسويها اللي يمكن انت ما تستقصد، بس انه خلاص ما كنت كوره في اللايحه. بعض الناس يسوي حركه ذكيه، ايش يقول احنا 24 لو اكلنا كلنا 24 راح ننزل كلنا نفس النزول. صح، الواقع مو بكذا اللي يصير. خطا. انت لو راقبت اللي اكلوا اليوم مرتين، مو بكل المتسابقين اكلوا مرتين. صح، في مجموعه حافظه على رصيدها واكلت قدر المستطاع، وفي مجموعه لا والله فلتها. يعني اليوم بث يعني ابو شوق، انا ودي ان المخرج ياخذ انسرت، ترى الى الان قاعدين ياكلون.
ما شاء الله الى اللحظه هذه ما شاء الله قاعدين ياكلون. عشان نخلص موضوع لمه الجمعه وناكل تحت التمر. النقد موضوع الارهاق اللي كانوا على الشباب في الديوانيه في المساء 70% كان من المجهود الكبير. يا رجل يلعبون من الظهر الين قبل المغرب هم قاعدين يلعبون. فيوم جت الديوانيه فكانوا منهكين تماما تماما تماما. ندخل موضوع ثاني. انا ودي اركز على موضوع الاكل هذا. يعني ما ادري هل هو ايش رايك علي؟ انتم في في انا اقول لن سالفه امس يعني مثلا قبل يومين انا وثلاث ايام جيت ما قلت للشباب بعض الشباب انخصم علي 700 ريال بعض الشباب. ثم قبل يومين جابوا كاتم خصم على بعض الشباب. ثم امس حصل في خصم. فالشباب يحسبون ان الان باقي متساويين في الارصده اذا خصم واحد نزلنا كنا مع بعض. لا يا حبيبي هذا ناقص مثلا 150 هذا ناقص 50 فرق بالرصيد فرق بالدرجات. اذكر بعض الشباب طلعوا لاهاليهم ورجعوا ب 500 500. هذه تفرق. ما راح يحس الشباب بالرصيد وبطعم الرصيد الا بعد اول رايب بعد خروج اول واحد بعد خروج واحد بعد الواحد صحصح ويعرف كم رصيده وكيف يوزن نفسه متى ياكل ومتى يجوع نفسه الى لمه الجمعه. جميل. اليوم تقريبا عشان اكون دقيق شوي تقريبا صارت 8 فقرات. الميز سوى فقره وراشد القحطاني سوى فقره. في فقره جميله جدا راشد اللي هي اللي هي زي الكاركترات اللي باكستاني ايوه وتنشد. جميل اعجبني. شوف الكل اعجبني صراحه بس في شخص يفاجئك بشيء انت ما كنت متوقع مثل فارس البشيري طلع خامس صوت فخمه جدا. يعني حتى انه مو انشد الا سلطن يعني قاعد يسلطن. وهذا شيء كنا نطالبه من فارس. يعني قلنا فارس شاعر ومنشد وواقعي و و و بس ما نشوف المنشد. وانا سبق قلت له مره انا ما اسمع صوتك يا فارس في البرنامج صوت الانشاد ولا في الواقع والرياليتي موجود فارس موجود بقوة. فتمنى اليوم على قولتك تسلطن. أيوة. ونتمنى ان هالصوت يبدأ ويستمر ويواصل عليه. ما ادري اليوم بس بندر العلي قال كلمة حلوة جميلة بس انه ما اتوقع انه خطر على بعض الشباب اللي على وشك يدخل برايم. قال انا لما يكون عندي مسلسل 29 حلقة لو اجيك من الحلقة واحرق لكم مسلسل كامل خلاص البطل بيموت البطل الاخر بيروح والثالث بيروح يسافر لاهله خلاص انتهى المسلسل قفلنا ما يحتاج احكي لك الحلقات الجايه خلاص عرفت اختاميه. فكلمته حلو بس انت يا بندر ممكن لو انت حافظ على رصيدك وعارف ان رصيدك عالي انك انت ما انت داخل برايم ممكن او انت او غيرك من الشباب. انت تشوف لكن بندر انت تشوف بندر قدم نفسه بشكل جيد ولا الى الان؟ انا اقول بندر قدم بعض اوراقه مو كل اوراقه. يعني انت عارف ان عنده اوراق؟ عنده متأكد انه داخل فيه اشياء كثيره وعلى كلام اليوم ايضا تستشف من كلام انه عنده اوراق داخليه. بس اللي بعض الشباب اللي ما عنده اوراق وما قدم ورصيده نازل انت داخل برايم داخل برايم ليش واقف؟ جميل. بسالك عن سالم الخنفري وبسالك عن عبد المجيد طويرش وبسالك عن محمد ال مسعود. من الثلاث هذول ترى انه يعني الاسبوع هذا فرق معي شوي؟ سالم حلو طويرش. ايش رايك في طويرش؟ ممتاز قدم شيء افضل من السابق. محمد المسعود حضر من البدايه. محمد المسعود احترم تخصصه منشد صاحب سيلات وموجود وصوته رائع وصوته واضح في القريه. يعني لما تسمع صوته تعرفه. باكس فارس اليوم تفاجأنا بصوته. محمد المسعود انا اشوف الاسبوع ذا تفوق على نفسه. يعني احس انه بدا يدخل في وايضا في الرياليتي صحيح في الرياليتي ايضا كذلك. الاسبوع هذا كان اسبوع جميل وراقي فيه يعني جميل جدا في فقراته وبداءه وباسلوبه وبارضه وواقعيته الحلوه. لكن برضه ما زال بعض الشباب واقف. كم باقي على اتوقع اليوم احنا السبت باقي ست ايام مصيبه ست ايام جميل. حتى ما تقدر تقدم فيها شيء. راشد ترى قاعد يقدم نفسه بشكل جميل. يتلافى بس موضوع اللبس كذا شوي بحط ما بكثر عليه. هو فاهم الموضوع يعني يتلافى موضوع اللبس وتصير اموره تمام. راشد القحطاني ايش رايك؟ راشد القحطاني برتم متصاعد خطوات ثابته نحو القمه. يا سلام. ما هو بخطوه 10 كيلو وخطوه 5 متر. راشد خطواته متوازنه ولو جيت تسويها سلم ترسم سلم جميل. يا سلام. وانا ودي ارسم سلم جميل واطلع فيه واطلع بتقرير اول عشان نستمتع مع المشاهدين. نطلع تقرير اول للبرنامج ونرجع لكم. يوم جديد وأحداث مشوقة تعدنا بفعاليات واقعية ما بين الجلسات العفوية والأهازيج الإنشادية. فقد عاش المتسابقين واقعيتهم بعيدا عن الفقرات اليومية. سام ساعد ياو ايش فيه؟ بس ما في بث ولا في احد يسمع. لا ما في بث ولا شيء يقول ما حد يسمعنا. لا ما عليك الهواء هناك يا اخي والله يبثر.
بثر اي يا اخي اعوذ بالله يا اخي حتى وجهه ما ينكل يا اخي عارف كل شيء انفراداته يا اخي استغفر الله العظيم يا اخي والله انا ماشي اذا جاء كذا سلك بقول ايه لا تدري تلقى شاعر ومنشد راعي شيله طباخ ناضج ويومين تلقى معد كل شيء والله يا ابو نشبه اشغلنا الله يشغله يا استغفر الله حتى في اليد يسولف معك ياكل اكلك يعني كانه خويك احسن واحد الله يسعدك والله انت والله انك واخر ما شاء الله ما شاء الله عندك نوم يا شيخ اهنيك على النوم حقك راي اجلس اجلس مكان اجلس مكان اجلس اجلس حط في النص احنا نجلس في الجنب يلا السلام عليكم يا شباب تجلس انت خويك ما في بث ما في احد حولنا ما في احد يسمعنا يا سلام كل لحم اخوك يا سلام قاطع تقطيع اذا ما في احد يسمعك ترى الله يسمعك اذا انت زعلان من واحد وما قدرت تقول له فضفض لا تكتب فضفض ممكن انت لو فضفضت لسعد السبيعي سعد رجال عاقل بيساعدك ويساعده لكن لا تغتاب والله انا كنت اطنز بواحد من اخوياي اي شيء يقول اس اس كنت اطنز فيه ما دريت الا هي فتره بسيطه الا صرت مثله لا جيت لك في مجلس فيه مغتاب سوالفه خلف المقفي شنيعه اما بذل تغيرة المنكر اسباب دافع عن الطيب بما تستطيع انك تنشر السعاده والابتسامه والتفاؤل لغيرك هذا شيء اساسي نقطه اساسيه في سواء كان في حياتك اليوميه او في السوشيال ميديا في بعضهم اذا انك انت الحين مبسوطين وعايشين نلبس افضل لبس واجمل لبس في غيره ما عندهم لبس ان لم تكن سعيدا داخليا لن تكون سعيدا خارجا لا يوجد انسان تعيس ولكن توجد أفكار تسبب الشعور بالتعاسة من أسباب السعادة هو التعلق بذكر الله والتعلق بخالق الكون يا مرحبا حياكم الله ورجعنا لكم الله يا عمر الملحم لو كملت هالسعادة وخليتها تطلع بدون ما تسميها فقرة كانت راح تكون أجمل وأجمل وأجمل من جميل يا عمر بعض الشباب يعتمد على موضوع فقرة فإذا قال فقرة مثل يوم تقول عندك حصة فيوم تقول حصة تشتت لو خلاها كذا فلتها كذا في جلسة أنا قلت الشباب قبل فترة قلت لو تجمع اثنين ثلاثة وتعطيهم الشيء اللي في بالك هذه ترى تسمى فقرة لك مو لازم تجمل 24 او 17 او 18 كل الشباب مجمعين لا جمع لك 6 7 خذهم على الجنب كذا في زاويه هنا عند المركز حق المسجد مركز كارديال واجلس معهم وقدم فقرتك اللي انت تبغاها مش لازم تقدم للكل اللي بيجي حياه الله ما بيجي الله يستر عليه له عذره فعمر ما شاء الله تبارك الله انا ما زلت اقول عمر انت قدمت بس متاكد ان باقي في دخل كثير باقي عمر من الاشخاص اللي يستحمل الكاميرا تحس رسمي شوي تحس انه يستحمل الكاميرا كثير عمر يستحمل الكاميرا كثير ربما ادب الكاميرا عنده عالي جدا فهذا مطلوب يكون لك كل الكاميرا ادب كلها اخلاق لكن يعني نزل شوي السقف احنا دارين داخلك ابداع وجمال وسوالفك حلوه تحت الهواء وضحكك وجمال اطلق علينا على الهواء نبغى نشوف على الهواء ايضا يعني في شخص اخر اتوقع ان الايام الماضيه كان اليوم بدا يرتفع لنا رتم الجميل والظاهر ارهقه المطعم الاسبوع الماضي من سعيد الحظ اللي علي الغامدي منعنشه مفلح 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 نايم راكد الايام الماضيه اليوم بدا يتحرك يعني ليش كل ذا حوبه المطعم الاسبوع الماضي يا اخوي اذا مزعلك مطعم لا تاخذ مطاعم فانا اقول مفلح فقدنا روحك الجميل على الهواء اتمنى تعود اقوى ما بقي شيء على البرامج الاول جميل يا عمر الله يسعدك انت بقي لك شغله واحده الكاميرا تحبك بس حب الكاميرا شويه على قول اخوي علي مفلح يا هاني مفلح تعرف اللي شو اسمه الفريق بعد المباراه يحتاج يريح شوي مفلح ريح مفلح اعتقد ان مفلح كاركتر جديد في برامج الواقع ما اظن في كاركتر مشابه لكاركتر مفلح مر علينا ما ابغى افسر ايش الكاركتر لكن اتوقع انه واضح طيب هو انت قول عشان اقول لك من جاء ومن ما جاء لا ما ابغى اقوله اقول لك يا ليت الهواء ترى على فكره مفلح فيه شخصيه محمد الفهيد ترى قريبه تقريبا من هالشخصيه ما نقول فاهي نقول يعني احيانا وبعدين ترى مفلح انا احس متحمل الشباب كلهم اتوقع متحمل مزح اذا قلت لي فاهي بقول لك عليهم مش محمد الفهيد في مجموعات كذا لكن مفلح اتوقع كاركتر جديد هذا شيء اضف عليها انه قريب من الهمش في الصوت يعني جمع لا لا هو شفت الكاركتر خرشه يعني اقول لك هو مجموعه كاركترات طاحت مويه اوه يا ولد وش فهمت كاركتر خرشه هذا كاركتر رهيب بس على طبيعته يعني اذكر كم مسكت هنا وقلت ترى سمعت كلام قال وش يا رجال
وشو كلام؟ قلت ما عليك راح وانت فض ويرجعوا مسك ربع ساعه. قلت روق المانجا ما في كلام. ترى اتوقع لو كلمه ابو كاظم يقول يا ولد يا ولد ابو كاظم يا ولد. كاركتر جميل كاركتر جميل. شو اسمه يا اخي؟ في نغمه احيانا في الصوت تصل للقلب، اصوات تصل للقلب، من ضمنها صوت عمر ملحم. يعني على قولتك عمر لو كان في الرياليتي هذا الكلام بيكون افضل واجود، لكن ممكن ادوات الفكره اللي هي الكتابه والخط والسبوره كانت تحتاج انها فقره يجلسون الشباب. الشباب اليوم اللي يسوونه يسمونه اسقاطات من فقرات، انه بنسوي مجموعه افكار بس مشكلتها اليوم جمعت كلها. يبدو لي والعلم عند الله انهم احسوا بقرب الاجل. فبقرب الاجل الجميع كله. على طول احنا قاعدين نتكلم في موضوع الفقرات، اسمع السلافه ايش تقول. تقول فواز ما عرفنا لكم او ما عرفنا لك، جلسوا سووا فقلت مو معقوله ما في فقرات، سووا فقرات قلت يا ليت ما قال كذا. ايوه شفت الكلام حقك فواز ده؟ ايه؟ هو اللي يصنع المعادله، اللي يصنع الموازنه. هو في فقره تنفع تكون فقره زي الصمله، فقره الشباب عبد الرحمن عبد العزيز ممتاز مره عجبتني، تنفع فقره. الفقره زدت صملتك اليوم، لكن عمر تخيلت انها اطول. تخيل عمر لو خلاها ما هي فقره، جلس مع اثنين من الشباب وقاعد يتكلم عن السعاده، يعني راح تكون اجمل. لانه نقول جميله بس راح تكون اجمل. انا بتكلم عن فقره زي صملتك، تابعتها جميله جدا جدا، هي اشبه ما لها بالتحجيره، اشبه ما لها كرسي اعتراف. فجابوا اسم جديد لها، كاركتر جديد، اسلوب احدث، اثنين مذيعين، اثنين ماسكين الفقره. تمنيتها اطول، تمنيتها مو بضيفين مع بعض، ضيف واحد نص ساعه، اعد الاعداد كامل، جاوب على الاسئله ابو شو. يكون ايضا اطول في ايضا مساحه المتسابقين يسالوا على كيفهم، مش ثلاثه اربع اسئله. فقرتك جدا جميله، طول مده، اعد اكثر لضيفك عشان تكون فقرتك احلى. ابو شوق شو رايك في الفقره؟ شو اسمه لو كان ما فيها هذا السؤال اللي ممكن تسحبه او كذا سموه هم يتحفظ عليه، في سؤال يتحفظ عليه لو كان سؤال الصمله، توقف سؤال الصمله او كذا، لو كانت على قولتهم صمله يطرح السؤال، يطرح السؤال والجميع يجاوب. الفكره الثانيه المهمه، طيب انت ما تشوف ان فيها قد تسبب مشكله؟ لان مثلا زي صالح قال انتم كيف عرفتوا هالشيء مثلا، وبندر علي يا اخي احنا في برنامج واقع، المفروض انك تكون يعني اكثر واقعيه. لك حق اذا بتقول شيء قل للشاب تحت الهواء، قل يا جماعه انا الجوانب هذه الحجيه، لكن دام احنا على الهواء وجاك سؤال اقبل السؤال. اللي يكون تبي رايي انا، انا اقول للشباب اي اعلان بيكون ناجح لازم جزء من حياته يكون غامض، لانك راح بكره تخرج الناس فتخاف ان الشيء هذا اللي بندر قال كلمه حلوه، قال لا انتم تستفيدون ولا احد بيستفيد من الاجابه. اتفق تماما 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 مع هذه الفكره جدا ممتاز. بس يعني احيانا الفقره يكون لها متطلبات. في فكره ثانيه، انت في موضوع الصمله ولا خارج الموضوع؟ لا موضوع اللي قدموا الصمله كمل. إيه؟ لا تخرجون من الصمله، لان صاملين على شيء معين. صامل على شيء. التوأم طبعا هم يحبون يسمون نفسهم التوأم، ما يحبون احد يفرق بينهم ولا احد يطلع الفروق، لانهم هو الكاركتر كذا. جالسين يقدمون بس بخطوات بطيئه. اتمنى تتسارع اكثر، واتمنى يفكون هالترابط. ممتاز؟ يعني ابغى اشوف واحد منهم مع جروب، واحد ثاني مع جروب ثاني. لا تقعد تجيب رايم يطير واحد فيهم الحين. هذا الموت. اخاف انه يقول بطلع معه. عبد الرحمن اخوي ها؟ عبد الرحمن وعبد العزيز جميلين جدا، بس انا ابغى يفهمون شيء، يا عبد الرحمن لكم نفس الوقت اللي للشباب، ولكم نفس الفقرات اللي للشباب. لكل واحد منكم نفس الوقت، نعم لكم كلكم. نعم، لكن لا تكونون احيانا تكونون مثلا متفرجين، شوف اليوم يوم قدمتوا الصمله صراحه عجبتونا، بدليل سوينا لكم تقرير مخصص لهالفقره، نشوفه معاكم ونستانس ونرجع لكم. سعدنا الصمله. وفي مغرب هذا اليوم قدم المتسابقين عبد العزيز وعبد الرحمن الزايد فقرة زد صملتك. بداية الفقرة تكون اللي هي خمسة أسئلة للضيف، ثم اللي هو السؤال أو سؤال الصملة، ولك الأحقية أنك تجاوب أو ترفض. أنا ما عندي مشكلة، أنا حتى حياتي الشخصية صحت عنها، بس في اشياء يعني ما لها داعي اني اقولها. ليش؟ لاني لا انا مستفيد ولا انت مستفيد ولا باقي العام الناس، باقي الناس راح يستفيدون منه. غالبا تكون تحت الهواء، ليش الجانب الكوميدي هذا ما تظهره للعالم على البث؟ انا ماني جالس بالصراحه، انا مو مجلس، انا يتابعوني ملايين، فلا اسوي حركات اراديه استنقاص في نفسي اول شيء، مو قصد حنا يعني كل شخص بسيط يحاول انه يطلع روح المرحه لكن بحدود.
احيانا نغفسك بردوده. فهد، فهد اليماني الحارس. ليش؟ ايش يسوي؟ كل ما تجيب بتكلمه عن شيء، كلمه الاداره. يا فهد انا ابغى هذا، كلمه الاداره. جيت معرض جنبه قال لحظه لحظه، كلمت الاداره. ما على طول اشياء في البرنامج تشوفها على الشباب تضايق كثيره. من داخلي اشياء حزينه بس انا اظهر الابتسامه. يا اخي سبحان الله، انت منين جبت هذا السؤال؟ ما عندك جوال صادر الخاصه لو تجاوب او تحتفظ فيه. يلا 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 زد راصيدك، يلا 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 زد راصيدك. مرحبا حياكم الله، رجعنا لكم. عبد الرحمن عبد العزيز، خذوا نصيحتي، خليكم وحوش الحياة، خلوا على جنب، هي فرصة وما راح تتكرر أبدا أبدا، ما راح تتكرر. الآن احنا مذيعين والشباب هنا نقاد، أو كنا نقاد، الضوء اللي علينا مو الضوء اللي عليكم، فاستغل استغل استغل الموضوع. إن شاء الله نكون موجودين معنا لكم في الشروم. إيش رأيك علي؟ أنا أقول قبل شوي، أنا بس نقطتي إنه لو طولوها ولا الفقرة فكرتها حلوة، والأسئلة ترى يكشفونها ولا تكون بطريقتهم؟ ما أدري، ممكن السؤال اللي سألوه اليوم على زهيري وبندر إنه قالوا خصوصية، فأتوقع إنه أشبه ما لها عائلية، فما أتوقع إنه أرضه مفيدة لنا. بناخذ الطوير إيش معنا على الكونفشن روم؟ نعمس عبد المجيد صباح الخير، التوام حياهم الله، عزوز ودحمي حياكم الله. عبد العزيز مرحبا، حياك الله. الحين انت عبد العزيز ولا عبد الرحمن؟ انا عبد الرحمن. حياك الله يا الدحمي، شو اخبارك؟ معك ابو شوق، تفضل يا هاني. حياك الله. الله يبقيك ابو شوق. يا مرحبا. الله يسلمك. ارفع الصوت. انت معك مايك ولا ماسك مايك اخوك ولا ايش؟ لا سماعه هنا، ما في صوت ترى. طيب اقول الله يصبحكم بالخير. الله يمسيك بالنور. فواز قال كلمه حلوه، انتم لكل واحد منكم الوقت نفسه للمشاهدين للمتسابقين، مو بكل، مو انتم مو جايين باكج واحد، انتم جايين متسابقين اثنين. حلو، فاتمنى اشوف كل واحد مقطع يعني كذا باق ما باق جيد. حلو. الفكره الثانيه انت قصدك اثنين على رقم واحد. انا ما ادري، انا حاسس من لبسهم فقرتهم مع بعض انهم جايين على رقم واحد، فاتمنى واحد منهم يغير لبس الثاني داخل يدورون بعض الهواء. طيب على زايد. على والله. الفكره الثانيه، المواهب الاخرى لكم اليوم، فقرتكم اتمنى تستمر واتمنى تزيدون فيها، لانها فقره يحبها الجمهور، وفقره تكشف الوجه الحقيقي للمتسابق باذن الله. وترى انتم علقتوا جرس، هذه الفقره يخافون منها كل نسخ تخاف منها، كانوا يسمونها التحجيره، والنسخه الماضيه ما طبقوها، النسخة الماضية ما طبقوها، طبقوها بشيء بسيط زيد فرصتك، فالنسخة ذي فرصتكم. هي والله فقرة جت كذا أصلا، يعني ما كنت تدري أو ما كنا ندري أن في شيء. لا تعلمنا. لا إنك إنها كانت موجودة. لا تعلمنا، خلها على وجهتك. ترى حنا يعني كيف كيف ما كنت تدري؟ يعني هي الفقرة جت مني أنا عبد الرحمن، يعني على إنها على إنها جديدة، يعني ما كنت. لا ممتازة. طيب ممتازة. أتمنى تمرون على الجميع، وأتمنى الأسئلة تكون نوعية فعلًا، يعني الأسئلة اللي ما عرفناها، خلي الأسئلة العامة اللي أنت تحت الهواء شخصية ثانية، على الهواء شخصية جديدة. الأسئلة دي جت من أنا فاهم، جت من متسابقين، فأقصد إنه إذا بتختارون شخصيات، أنا ما أدري كيف اخترت اليوم. بالأكبر يعني. بالأكبر، فبلغوا الشباب اللي تحسوا عندهم أسئلة جيدة، قل حضروا لفلان سؤالين أو سؤال. عبد العزيز، أنا أقول عبد العزيز أرحب. سمع سؤال قبل البرايم، لو جاء البرايم وطلع عبد العزيز يا عبد الرحمن، وش شعورك صراحة؟ والله أكيد بتأثر، لكن إن شاء الله أكمل المسيرة. طيب ودك يصير هالشيء ولا ودك تكملون؟ لا والله ما ودي. عندي نقطة. الضحكة يا فواز. عندي نقطة بس يا سم المجموعة الجميلة اللي هي شو اسمه، انتم تقولون احنا نكون مع بعض وزكاة. انا عبد الرحمن طبعا مع بعض اصلا من اول، روحاتنا وجياتنا وسفرات كلها. من يوم طلعنا من الدنيا احنا مع بعض. الله يجمع شملكم دائما. من اكبر آمين. انت ولا عبد العزيز؟ انت ولا عبد الرحمن؟ انا. لا طبعا كمل الفكرة عشان معنا فقرات وضيوف، كمل يا الفكرة العزيز. انها ان شاء الله نحن ثنائي في البرنامج باذن الله. وما يعني احنا في اغلب الايام اللي فاتت هو في ديرة وانا في ديرة، انا ما يقال يعني ما احنا مع بعض دائما. اتوقع تفضل علي. اول ثنائي في برنامج واقع من البداية احنا ثنائي، انت الكلام علي من احد من قبل البرنامج انا ثنائي مع اخوي. فانا اقول
وضح نفسك يا حبايبي، وضح نفسك مع شخص آخر، ما عندي إشكالية من ناحية ظهورك مع أخوك، وفقرتكم اليوم جدا جميلة وودك تنجح مع أخوك، لكن تقدر مثلا تقدم فقرة، مثلا أقدم اليوم فقرة مع فلان وأخوي خليه يعطيه فكرة، أو أنا أخوي يعطيني فكرة خليه يقدم. وش الفائدة علي من الفكرة دي؟ صارت يعني صارت قبل شوي من التوأمة اللازمة والواضح في البرنامج. يعني عبد الرحمن عبد العزيز، يعني لو تم مثلا خلنا نفرض أنه برا البرنامج في مهرجان في الشرقية وفي مهرجان في جدة، مو بلازم تروحون مع بعض، ممكن واحد يمثل هنا واحد يمثل هنا، ممكن واحد يقدم هنا واحد يقدم هنا، طلب عبد العزيز أكيد صح ولا لا؟ أكيد. جميل، يعطيكم العافية، شكرا شباب، التوفيق. توفيق. بس ترى شباب احيانا الربط بينهم ترى يعني يكون ممتاز لهم، يكون متواجد في كل مكان. هو اصلا ميزته التنافسية بالربط، ما اختلف معك، لكن يجب ان لا استند على هذا الربط دائما، يبقى عندي قوة وعنده قوة، اذا اجتمعنا نكون اقوى، واذا تفرقنا نبقى اقوياء، مو اذا تفرقنا نكون ولا شيء، يعني واضح؟ هذه الفكرة اللي نقصدها. طيب في نقطة بتكلم فيها لموضوع موضوع كشف الحياة الشخصية والحياة الخاصة اثناء ما انت متسابق، تأيد انها تكشف كثير من امورك يا علي ولا لا؟ بعض المتسابقين اقول بعض حين بعضهم مؤيد بعضهم لا، بعضهم يراها خصوصيه بعضهم يراها لا، يعني مثلا بعضهم يسالك عن اشياء خاصه في عائلتك واشياء متعمق ما اظن، لكن مثلا بعضهم يرى ان يقول هل انا متزوجه ولا، هذه ما لك صلاح فيها ما ابغى افصح عنها، لكن بعض يقول لا عادي عادي اني افصح اني متزوج عندي ابناء عندي اطفال، فهي وجهات نظر مختلفة ما تقدر تلزم أشخاص معينين فيها إلا لازم تكتب. أنت ترى أنه جيدة ولا أنا عني شخصيا عادة أنك تعلن تكشف حياتك الخاصة؟ أكشف أني أنا مرتبط شخص متزوج أو لا، لا حياتك الخاصة كلها عموم، يعني حياتك الخاصة وش سيارته رقم، يعني بعض الناس أذكره أتابع مع المشاهير صور لوحة سيارته بيتهم شارع بيتهم، هذه ما هي خصوصية في البرنامج هنا ترى في البرنامج، يعني في أشياء معينة بحدود بحدود حدود. هاني أنا أرى أن حياتك الشخصية لك شخصية 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 اسمها حياة شخصية، نعم، ما أظهر للناس ما يستفيدون منه، نعم، لكن وش فايدة الناس أن عندي فلان وفلان وفلان أبناء وزوجتين وثلاث مدري وش وعندي جدتين ساكنات معي في البيت، جدتي لأمي وجدتي لأبي وخالتي، احيانا يتكلم بطبيعته وكذا اذا بطبيعتي ما في اشكال، إيه سالفه مثلا عربيه ما والله ذاك يوم رحت لجدتي، ايوه ما في اشكاليه. عندي نقطه معينه بعد، المؤثرين في التاريخ لا نعرف عن حياتهم الشخصيه شيء، عدا النبي صلى الله عليه وسلم لان حياته تعبد عرفنا عدد الشعر الابيض في لحيته، لكن ما نعرف زوجات ابو بكر ولا نعرف اخوات عمر الخطاب ولا نعرف خالات عثمان بن عفان ولا نعرف الى اخره. واضح. معنا عبد المجيد طويرش في امس طلبناه وتاخر على الهواء. مرحبا يا عبد المجيد. هلا والله، يا هلا، يلا حيو، صباح الخير. اول شيء اقول ابو شوق امس ترى ما تاخرت، جاي مرتز بالكرسي وسحبت عليه، واليوم جيت وقعدت وسحبت عليه ناديته التوم، قلت له عاد الخالد شكلي بلك بالكرسي انا. وسع صدرك عبد المجيد. عبد المجيد سام، ايش اخبارك عبد المجيد؟ يلا حيو. تزعل مني ولا لا؟ اخي انت مني ازعل منك يا اخي. الله يسعدك عبد المجيد، يعني بغض النظر عن شخصك الكريم، شخصك محترم ولك التقدير والاحترام، الله يرفع مقدارك. تكلم عن عبد المجيد، ايش جاي يقدم في البرنامج؟ والله انا شوف يا حبيبي، انا جاي ممثل هنا، راح اقدم رساله عن طريق التمثيل زي ما قدمت اليوم عن النميمه بالجلسه اللي طلعت بالتقرير. لكن اول ما جيت انا كان عندي ثلاث مسرحيات وعطيت لواحد من الشباب عشان يشيك عليه تاكد لعل ضيعهن، والملف حقي ناسي عنده هذه. وكلمة شباب هنا اقول كلموه، قال اصبر شوي الحين بعد شوي. بسم الله العظيم، لمين عاد؟ تعال تعال تعال، الان الطريق هذا قاعد تتكلم فيها والاسلوب ذا تتكلم فيه، ليش ما نشوفه على الهواء؟ المشكلة ما ودي اتكلم يا ابو فزاع عن شيء ما اعرفه، معناته اغلب الكلام يتكلم على الهواء تتكلمون عن لا لا لا، الان بطريقتك هذه على قولهم التلقائية والطرح ذا العفوي العادي، احيانا اشوفك دائما متحفظ متحفظ متحفظ. ثاني ابو ما تحفظت والله، بس الشباب يخطمون واسكت، انا انقر من التخطيم بكل صراحه الصراحه. معك ابو علي. ابو علي سم. اول شيء انت ممثل، ما انت بحاجه لسيناريو، حلو. اتوقع انك عندك كتاب سيناريو في البرنامج وعندك القدره تبدع شيء، شفنا اليوم ابتداعك. حلو. جيد، حلو. فاتمنى انك انه يعني هذا تحدي اعتبره، انه احترقت ضاعت جاها ماء، هذا تحدي قدامك، ان ما عندك مسرحيات تقدر تبتدع شيء جديد. حلو؟ حلو. النقطة الثانية، الناس اللي تقاطع ولا تخطم ولا شيء لن ينتهوا من الحياة، سيكونون موجودين في كل برنامج، في كل جلسة، في كل لقاء، في كل مهرجان، لازم تحط موقفك وبصمتك، ترى مو بعيب تقول لو سمحت انا عندي سالفة بكملها. جميل. سهلة. يعني باختصار لا لا عبد المجيد صار اثبت الشيء الثاني عبد المجيد شخصيتك جميلة جدا جدا جدا، كاركتر رائع، بس نبغى يظهر
ابشر بعزه مميز انت يا عبد المجيد والله مميز. حركه لطيف مع منيف في الجلسه هذه قام رش على ماء على اساس ما شافه منيف ما شافه مكتوب هنا هندي عند منيف حاس صادوه الظهر اخر القريه ورجع ربطوه فشخصيته لطيفه وجميله زي ما قلت لك انت ممكن نوعا ما تحترم اللي قدامك ما ودك تقاطع اذا تكلم او في خاطر الكلام لكن زي ما قال هاني ابو شوق معليش ابو فلان وقف انا في سالفه في شيء في خاطري ابي اقوله معليش خلنا نتكلم اطلق لي العنان خلنا اقول فنوعا ما خليك جريء في الموضوع هذا بس بدون مهابده يعني ترى يدك ما شاء الله تقدر توصل له وتسحبه تقدر تهديه بالراحه وتسولف مع براقه ابشر بعزك حبيبي الله يسعدك ان شاء الله من بكره عاد بكره عندي مبادره ان شاء الله من بكره انطلاقه الله يسعدك سم الله يسعدك من وين عبد المجيد انت؟ من القصيم من المذنب يا سلام عليك القصيم من المذنب جانا العام منها نجم اسمه سعود فهد الله ونعم ونتمنى ان ونعمين ونعم في الشباب كلهم نتمنى ان القصيم هي ولاده بالنجوم انا قبل فتره حصل اجتماع عند امير القصيم لنجوم السوشيال ميديا من القصيم ما شاء الله المجلس كله نجوم السوشيال ميديا عندكم انطلاقه وعندكم لغه جميله وعندكم مواهب كثيره في منكم اللي يحب الكشتات وفي منكم اللي يحب الاختراعات وفي منكم اللي يحب التمثيل والانشاد مواهب كثيره 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 فودي عبد المجيد انك تكون رقم من هالارقام في نقطه مهمه بس معك ابو شوق ابو شوق عبد المجيد سام الناس تقول جاكي ايه وش قصته دي اخي اذا جاكي لقب ولصقه بظهري بالاستبوء الناس ما يعرفون الا جاكي ابغى احاول اغير عجز لا تغيره لا لا انا والله اعتقد ان عبد المجيد افضل لا تغيره. افضل الا اذا كان له قصه جميله عن جاكي طيب سام ايش معنى جاكي هذا واحد من عماني اسمه جاكيتا لقبه او معيارته باختصار فانا شبيه وقالوا لي جاكيتا كبير بنحطك واحد صغير يسميك جاكي بس قول انا في بدايه البرنامج الناس في تويتر تقول لي جاكي جاكي قول من ذا جاكي يا اخي والله لطيف شفت انك تباظم انا مش يا جاكي شفت انك تباظم انا قلت لك قلت الاسبوع الماضي قلت اتمنى يبقى عبد المجيد طويرش عبد المجيد طويرش لا شيء اخر انا اقول جاكي اقصد بدون جاكي اذا كنت تشوفه مناسب علمنا لان احنا ودنا ناديك باحب الالقاب لك ابو شوق قالت نادم بليت ابي بعد راسي جاكي عادي يعطيك العافيه يعطيك العافيه جاكي عبد المجيد يعطيك العافيه انا عندي كم اسم يا جماعه الخير لازم اشكرهم زين لهم حق علي نشكرهم هذا انت يا سعد السبيعي وصالح الزهيري وعبد المجيد ومحمد الذهلي وعمر الملحم وعبد الرحمن المطيري وخالد العميس تدرون ليش وضيف عليهم فارس هذا من اكثر الشباب تواجد من الصباح او من الظهر الى المساء يعني دائما متواجد الاسماء بس سعد السبيعي وصالح وعبد المجيد ومحمد الذهلي وعمر الملحم عبد الرحمن المطيري وخالد العميس حاليا بدا يطلع وفارس يعني اليوم فارس اظن مواصل من امس ضيع عندك اضافه لاحد ضيف وائل وائل خواجي قلت عبد الرحمن المطيري انت قلت عبد الرحمن المطيري منيف منيف لا المرض ترى يومين مرضى ترى امس كان في الخيمه دخلت عليه بيت الحكمه كان نايم يقول تعبان ودخلت عليه الدكتور فكان يقول مرهق مرهق امس انا اقول هذول اللي عديتهم فعليا هم صف اول يعني متواجدين في صف اول في الهواء على طول صف اول لاحظت اليوم في نوم كثير على الهواء لاحظت ولا لا في نوم على الهواء كثير مزعج الشيء ذا شوي اي طبعا تعرف زياد قال ايش ايه النوم ياخذني وفعليا هو السهر ياخذكم طبعا السهر اليوم كان سبب انا امس كنت موجود الفجر المتسابقين كانوا جروبات ومجموعات يحضرون الفقره الدراما فكان مو بسهر يعني كان في الجميع يعمل كان في ستة أو أربع مجموعات أو خمسة أربع مجموعات كل مجموعة تسوي سيناريو وتكتب طلباتها عشان تعطيه الإعداد والله إذا بيسهرون على أنه يطلعون فقرات جميلة زي كذا ما عندي مشكلة يسهرون أسهر بس إذا بطلع الناتج جميل على الهواء ما عندي مشكلة جميل في موضوع بكلمكم فيه الموضوع الحصر يعني محمد عثمان حاصر نفسه في موضوع القضية اللي هو متبنيها ترى الشيء ذا جيد أو لا أنا أقول محمد داخلك أشياء كثيرة غير هالقضية تقدر تناقشها وتسعى فيها لأنه أشبعتها خلال 22 يوم قضية أحترم رأيك فيها أحترم إيمانك فيها ونحترمها كل الاحترام ولها التقدير لكن لا تحصر نفسك هالشيء وانت عندك مجالات أخرى انت شفناك من أول 15 يوم قدمت الحفل اللي فيه كرمت قناة بداية
كأفضل قناة خليجية وعربية، وأنت مالك إلا يمكن 20 يوم أو 15 يوم في قناة بداية. سمعت يعني عندك شخصية حلوة، مقدم عندك كاريزما، مقدم هو هو مقدم احتفالات. أوكي عندك كاريزما جميلة، اخرج من النطاق اللي أنت فيه إلى نطاق أوسع، فكر خارج الصندوق. اليوم كلم إخوانه، طبعا الآن أنا أقول محمد هو كابتن الأيتام أو قائد الأيتام صراحة، الآن هو حامل لواء دخولهم في المجتمع، هم أصلا داخلين في المجتمع، ولكن محمد الآن كسر الحواجز وتكلم فيما لم يكن أحد يقدر يتكلم فيه. صح. بطل محمد. محمد اليوم قاعد يتكلم مع أخوانه، فقاعد يتكلم وجه كم رسالة من خلال مكالمته، المحبة والود الأخوة الحنان العطف، هذا اللي نبغاه محمد. لا تحصل نفسك في موضوع اليتيم. ما طب ما ينهي ذلك أنه الرجل تحدث بقوة في موضوعه وتحدث بشجاعة ما تحدث بأي يتيم سابق فيه. وأحييه على قوة الشجاعة والأمل اللي بثه في الأشخاص، حتى اللي أبوه وأمه حيين على وجه الأرض ويشوفهم، فعنده أمل وعنده روح قوية جدا. أنا أقول شكرا والله العلي العظيم، أوقات إذا دخل معكم في شروم حديث عن الأمل جدا ملهم ما شاء الله تبارك. أنا لي وجهة نظر في 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 إخواني وأبنائي الأيتام اللي ذكره محمد. أحيانا اليتم أحيانا يكون من فقر الأم والأب، في بعض أنا نزور ونسوي مبادرات الأيتام، أحيانا الأم والأب من فقرهم يتركون الولد في مكان ما، أحيانا الولد هذا يخطف أصلا فيروح مكان ما، ويعني يكون أمر شخصي أو عائلي، فمو بشرط أنه الأمر مثل ما يتهيأ له. عشان كذا أنا قلتها الأسبوع الماضي، أنت ما أنت موجود ولا لا ما كنت موجود بفزع، قلت أنه العرب كانت تعرف مجهول الأبوين بأنه ابن الفقر، لأن صح. الله تكلم عنها ولتقتلوا أولادكم من إملاق، كانوا يقتلون، فموضوع أنه يتركه في مكان كان أرحم من أن يقتله. تستبعد أنه يخطف طفل من بيت أمه لأجل ضررهم؟ أكيد بلا شك. ترى محمد مثلا عمره 20 سنة وأكثر، ففي فترة من فترات كان هذا الأمر يعني متهيئ وكثير، وفي بعض المناطق كان أكثر وفي بعض المناطق كان أقل، يمكن الحمد لله الآن في أمن وأمان. أنا أتكلم عن عموم العموم هو في كل العالم، العموم العرب كانت تعرف هذا بأنه ابن الفقر، لأن الفقر اضطر أهله لفعله، يمكن الآن الحمد لله مع المدنية مع وجود الضمان مع وجود كانت تساعد. في نقطة مهمة بتخرج من موضوع محمد، بس في محمد سريع لأن إحنا عندنا نقطة الحصر. طيب. في شباب حصروا أنفسهم. أنا موضوع محمد محمد الفكرة اللي طرحتها أنت من زود ما هي مؤثرة، حركت مجموعات في خارج البرنامج، ويمكن بعد ما تطلع حتشوف إيش التأثير اللي حاصل برا. النقطة الثانية أبعطيك مثال لشخص حصر نفسه في مجاله، المحيميد إذا جاء صوت الإنشاد أنشد، فيما عدا ذلك يكون حضوره أقل، وتوقع المحيميد يعني لو سولف سالفة أو قصة ترى يا جماعة يملك كاريزما رائعة وقصته جميلة، فأتمنى أسمع صوته. أنا شخص مو بحصر نفسه في إبداع، أنا أذكر شخص حصر نفسه في جلسة أو جلستين منيف، حصر نفسه بالزاوية ذي والزاوية ذي بس، يعني إذا شفت أنا عند بيت الحكم بس. أنت أكثر شخص كنت تثني على منيف في موضوع الغزل، هو حتى حصر نفسه في غرض الغزل بعد. ما عندي مشكلة، هذه النطاق الحصر، نتكلم عن الحصر، أتكلم عن حصر في الجلسة حتى. صح. أنا لما أشوفه حتى ذاك يوم. طيب علي كيف تفرق سالفة المايك لما غرق وتوفى وزي كذا، لما شفت بيت الحكم قول الله لوكيشن جديد طلع فيه منيف، حصر نفسه في الجلسة هنا وجلسة المسجد، غير اللوكيشن عشان أشوفك في أماكن أكثر أوسع، مقاطعك بعدين لما تنزل كلها في نفس الفقرة في نفس المكان في نفس الزاوية. أنا أقول كيف تفرقون بين الحصر وبين التخصص؟ الحصر والتخصص، علي تفرق بين الحصر والتخصص؟ التخصص أنا أخصص نفسي بمجال معين وأبدع فيه وأتواجد فيه بكثرة، لكن الحصر أحصر نفسي في قضية معينة في مجال معين ربما أكون عائم فيه. خلني أقول التخصص مجال أكون أكثر إبداعا فيه ولا يمنعني في أن أتحرك في المجالات الأخرى، الحصر أن أكون في مكان واحد فقط، هذه مشكلتنا، عشان ما حد يقول أنتم تطلبون التخصص وتنتقدون الحصر. حصر أني أكون منشد وبس، منشد وقطع خبر، منشد ما اعرف اسولف، منشد ما اعرف امثل، منشد ما اعرف البرنامج أتكلم. يحتاج تعدد مواهب. أيضا. ستكون في التمثيل افضل منك في الانشاد، ستكون في الانشاد افضل منك في السؤال، بس لازم تشارك. جميل. وفي شغله مهمه عند الشباب، اتمنى الشباب كلهم الان هم قاعدين يسمعوني وايضا المستمعين والمشاهدين يتابع، الصوره الذهنيه مهمه لكل انسان، بمعنى انا ابغى اكون صورتي او ابغى تكون صورتي الذهنيه عند الناس اكون شاعر، لازم كل الاشياء تمشي معي وتصب في مصب واحد اللي هو الشعر. الان لو اضرب لكم مثال، النهر كيف يصير قوي؟ اذا الجداول كلها تصب في نفس النهر، النهر راح يصير قوي وراح يصير ممتد اكثر واكثر. اتكلم عن النهر للموهبه، فانا امشي كل اموري
لبسي شكلي أموري كلها تجتمع في الموهبة اللي أبغاها، يعني عشان ما يصير تضارب، حتى تغريداتي تكون منسجمة مع هويتي أنا. مثال أنا لي في التدريب، يعني أنا أعرف مدربين ما ينكت في حسابي، ليش؟ لأنه دائما يتكلم عن إما تغريدات دينية أو تغريدات في تخصصه، عشان صورة الذهنية أيضا ما يتواجد في بعض الأماكن لأجل الصورة الذهنية. فأنا أقول الصورة الذهنية، أنا أبغى أكون شاعر، لازم إني مثلا أهيئ كل أموري وصورتي الذهنية إني أرسخ عند الناس هالموضوع. تقصد أبو فزاع مثلا، بعطيك مثال، سعد السبيعي شاعر لكنه يمثل، وفي التمثيل يأتي بطاري الشعر، لكن كوني شاعر ما يمنعني إني أمثل. نعم. في أعطيك مثال حلو جميل صار أمس، مع أن في سلبية كانت اللي هي للطفايات، لكن صار نزاع بين عبد المجيد فوزان وفين جلسة. طيب ثم راح استفزع عشان قال التقرير، استفزع بمنيف، منيف جاهم وقال لهم بيت شعر، رد عليها سعد السبيعي بيت شعر، استخدام جميل لهويتي مع ريالتي. جميل. أنا أقول برضه من يعني بس لمسة كذا أخيرة، الصورة الذهنية جميلة جدا يا منيف، لكن أحيانا يخربها بعض اللبس. تقرير ونرجع لكم. مهرجان إنشاد العالمي. وفي مساء هذا اليوم قدم المتسابق راشد القحطاني المهرجان الإنشادي العالمي بين جميع المتسابقين بطريقة كوميدية. في هدايا لصاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني وصاحب المركز الثالث. دام عزك يا وطننا الغالي، العلم عالي وقدرك عالي يا وطننا، وصدته الأماني يتوفى. الله 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 الله. أصبر وداري كل ضيقه وخنقه، عمنا والحلم فرقا كم الأغالة، فشابا لعشب النبتة دقاقي. يا صاح جنب لا تجي مارتع الريم، اغفر خطايانا واحفظنا ورانا وزدنا إيمانا يا مولانا. الحمد لله عرفنا الدين، الحمد لله عرفنا الدين، والجاهلية تركنا، اختلاط المشاعر واختلاف الطقوس واحتدام المواقف في صدور الرجال. إنا سلكنا طريقا قد خبرنا، أما ولا تجزعي بل حافظ الله. وانا وحيد الحالي يا وجدي يا بري حالي، يا زين انا ما تحمل قلب للدين ويد يمسينو، ودوم ميهود عن الشرع وبقوته مصيد منو حيو العالم ارقود. يا سلام. كيف ارحه ضيق على الله، ايضا يشاركني وضيقي. جمعنا حبنا في الله على الطاعات دوم القى، توهي اكيوك كندك توهي دلك يدستك، اركوشنا جانو مي بس اتنا هي جانو. لما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام، حيران جالس لحالي. قولوا لمن غاب عني يبقى على حسن ظني، ترى العواقب وخيمة وشلون بنساك. ما غير أسأل لخافقي فالأمومي مثل الذي يقضي الدين بالدين. سلامتكم. أمي ذكرى لا أنساها، طيف أنقى من زبد الأيام أبقى. أمي أمي أمي. يلا 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 زد رصيدك، يلا يلا يلا.
مرحبا حياكم الله ورجعنا لكم بعد هالفاصل اللي شفناه من مواهب الشباب اللي تفجرت مع الأسبوع الأخير اللي بيكونون فيه كلهم متواجدين بإذن الله، وبإذن الله نشوف هالإبداعات مستمرة. علي الله يرحم لي والديك، اسحب مجموعتين اللي حقت المطبخ 2-2. ايش بك يعني كني مخرك انا؟ ما عاد بقولك تبقى 7 دقائق بس. انا اقول هذا سحب مجموعة بكرة كلهم صح؟ اي هذه بكرة ان شاء الله. بكرة من في الخمشي؟ مع من؟ في صوت صح؟ اي الغنم يعني. الله يستر عليهم. عبد الرحمن طيري. منيف عبد الرحمن طيري؟ عبد الرحمن طيري. منيف مجموعة. المجموعة الثانية؟ المجموعة الثانية عبد العزيز ال زايد. يا سلام. يا ساتر يطلع عبد الرحمن. والله يا عبد الرحمن والله يا اخو يا ساتر يا لطيف فريق واحد. طيب عندنا بكره منيف وعبد الرحمن طيري. الله يعطيكم العافيه. الظهر تكون مع بعض وعبد الرحمن وعبد العزيز بيكونوا مع بعض. طيب انا عندي هنا مجموع الايام الباقيه. فيصل نسحب الايام كلها اليوم ولا نخلي لزياد شويه؟ كلها اليوم نخلصها. طيب يا سلام الاسبوع كامل. طيب هذا يوم الاثنين. يوم الاثنين سعد السبيعي مع عبد المجيد طويرش. صيحون الشباب. اي طويرش صوته من هنا واصل. اي طالع. طيب عبد المجيد الفوزان مع بسام المساعد. طيب هاني ابغى اخذ مجموعتين. خذ اللي تبي. قاعد مقدم اليوم. يحق لك يا ابو غزاع. الله يعطيك العافيه. عبد الله بن دفنه عبد الله الراشد مع صالح الزهيري. حد الزهيري طلع راعي مواهب وما شاء الله تبارك الله عليه. مو بصح. لا لا ما نتكلم عن الفقره قبل شويه طلعت اصوات جميله. طيب خالد الحميد هنيك على صوتك يا خالد مع راشد القحطاني اللي بدا يتفجر وفجر مواهبه. هاني الله يعطيك الصحه والعافيه. كمل الباقي وجزاك الله خير. كلها إيه؟ كم الاربعاء والخميس يعني اربع مجموعات. مجموعتين مجموعتين. طيب شوف يا بعد راسي عمر الملحم. حلو. يا سلام. ومع عمر الملحم محمد عثمان. عمر ملحم محمد عثمان. نقول يجيبون سيرت على الشباب اسمع السياح من هنا يعني. هذا اي يوم؟ بالله خذوا لنا على الشباب انسرت. وهذا وائل خواجي. وائل خواجي ضد عمر الملحم ومحمد عثمان ومعاه بندر العلي. الله يوم قوي ذا. العام الماضي كان الاسبوع الماضي كان عمر ملحم وبندر العلي صح ولا لا؟ او اللي قبله؟ والله ما اذكر يا علي. الخميس يلا يا هاني. الخميس اخر يوم ها؟ طيب الخميس طال عمرك راضي زيد صوت العلا. اليوم تفجر راضي زيد. سالم الخنفري. خلاص فيصل باقي 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 اثنين. باقي اثنين طال عمرك. يلا خالد العميس صوت جميل لكن ما نسمع كثير. شاطر. ما الله كنام سيشرو كرتاهو جوبهات مهربان نهاية. اليوم اليوم انشاد بالهندي جبار يا اخي. مين؟ ذهلي. ذهلي ممتاز. طيب جميل جدا. قبل ما اتكلم في موضوع تكلمت عن الخصم والخصم هاني ايش الفرق بين خصم راضي وخصم عبد المجيد؟ سؤال جميل. راضي الخصم اللي صار على راضي. راضي وعلى شو اسمه على بن دفنه او بن دفنه. بن دفنه الناس تقول راضي انتقد الاعداد وخصمته عليه وبن دفنه تكلم عليكم في كلام اليوم ما خصمته عليه. طيب الجواب كالتالي طال عمرك بن دفنه ما تحدث على الاداره تكلم عن مقدمي الفقره وعاتبه ابو كاتم على كذا وهددهم بالخصم مره ثانيه. ما في في اللائحه شيء يقول انتقاد مقدمي البرنامج واضح؟ لكن في شيء في اللائحه وفي العقد ايضا اسمه انتقاد فريق البرنامج. تعرف ليش؟ اذا دقيقه يعني قصدك ان احنا ما احنا فريق برنامج؟ احنا ما احنا فريق البرنامج يعني. على كيفك يعني هذه نقطه عليكم. لا والله هذه نقطه تكلم عنها ابو كاتم مع عبد الله بن دفنه في اول ظهورنا. فصلت يا هاني فيها متاز. خلاص واضحه الفكره؟ واضحه الفكره. هذه بعدين نقطه ثانيه. احنا ما نخترع لائحه جديده يا جماعه. هذه اللائحه موجوده وقعوا عليها قبل نبدا البرنامج. في احد وراي صح؟ ايه
من تفضل كمل هذا عشان الوقت هاني والله عفوش الحين حاطين لكم اسره الشاهد انه هذه اللوائح موجوده قبل نبدا البرنامج والمتسابقين جميعا وبعطيك مثال لهذا الشخص اللي واقف وراي عبد المجيد الفوزان لما خاطب الكاميرا قال انا بعد ما سويت الحركه دي عرفت ان علي خصم من نفسه ذكروه الشاب وعرف ان علي خصم ما احتاج اذكره واضح يعطيك العافيه علي في تعليق على احداث اليوم انا ودي اعلق على الفقره الجميله هذه مباراتنا صوت حلوة العميس الصوت أنا أقول صوت الإحساس خادم حميد الدهلي ما شاء الله تبارك الله متعدد يعني في الدهلي ترى برضو من اللي حاصرين أنفسهم في موضوع معين وحاصر نفسه في فقرة قرآن القرآن وانسحب من كثير من المشاهد يا ليت لو تجي الكاميرا بعد الهواء وتشوفون الدهلي كيف يسولف لا إله إلا الله مشكلة هذه لا إله إلا الله إيش النكتة دي يا جماعة تفضل علي أنا أقول فقرة جميلة قدمها راشد اليوم جدا رائعة شارك فيها الكل ما حصر فيها جزء جزئين شارك فيها الكل أبدأ مع الكل فكرة جميلة مع الكوميديا الرائعة في بعض الأصوات معليش يعني الحمد لله أنها فلحت أنهم هم منشدين بس الحمد لله عدت وبعض الأصوات أظهرتنا الجمال خادم حميد يقول زي ما قلت لك صوت الإحساس العميس طلع لنا صوت الجميل الدهلي أنشدنا بالهندي وطلع لنا فكرة جديدة فأنا أقول استمروا مثل هاي الأشياء والفقرات اللي تشارك فيها الكل عشان يصير في عدل بين الكل ما يصير فيها يعطيكم ألف ألف أنا أنتظر عارف. العمل اللي يقدمونه الفريق العمل كامل من شعراء إلى منشدين إن شاء الله قريب إن شاء الله شهدية شعرية إن شاء الله يعطيكم ألف عافية يا شباب شكرا لكم أنا كنت مستمتع وأنا أحاوركم صراحة وأترككم جميلين أنا ما أدري ذكرى جميلة هي العام الماضي يا اسم منها أول مرة يحاورنا ذكرى جميلة الله يعطيكم الصحة لا بس تطورتوا يعني تطورنا لا أشكركم متابعينا الكرام كل من تابعنا وشكرا للمتسابقين أقول لكم ليالي الشتاء الباردة جدا أدفئوها بركعة بذكروا جنودنا البواسل بدعوة ننطلق إلى لقطة الختام تصبحون على خير عصفوري يمشي ويضرب بوري يطير بجنحانه اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف يطير بجنحانه ويسمعنا الحارة صو 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 والجلسة بتحلو لو شرينا زد رصيدك 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 جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا نبتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك أنا حياة والرصيد انزاد هذا كسب